السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم في الحقيقة حبيت نحكي حول مقدمة للتاريخ الإسلامي. صحيح أنا بديت فيديوهات باش نتكلم على الشخصيات الإسلامية سواء التي كتبت في التاريخ أو التي كتبت في الفلسفة أو غيرها من المجالات العلمية اللي تم الكتابة فيها، على خاطر نعرفوا اللي أغلب المسلمين مع الأسف ما يعرفوا حتى شيء، لا على كيفاش تكتب التاريخ الإسلامي ولا على ماذا يحتوي هذا التاريخ وشكون الأشخاص اللي شاركوا في كتابة هذا التاريخ. وهذا الجهل مع الأسف هو اللي يخلي ياسر من الناس ما يعرفوا حتى شيء على الإسلام، يعني المعلومات متاعهم محدودة في اللي يسمعوه سواء من وسائل الإعلام أو من الأنترنت، أو بعضهم يقرأ بعض الكتب الحديثة المنقحة. ولهذا أنا نشوف أي إنسان ما يعرفش التاريخ ما ينجمش يفهم شنو واقع توا، وما ينجمش يبني للمستقبل. هذه مسألة واضحة. بغض النظر هل التاريخ صحيح أم غير صحيح، هذا غير مهم، ولكن نعرف اللي ما كتب في التاريخ وما وصل إلينا اليوم يأثر على حياتنا تأثير مباشر. المشكلة إن كل الشعوب تاريخها واضح، عندما نقول واضح يعني بين قوسين واضح، وتم يعني كما نقولوا احنا وضع الأسس للعلمية. تمشي لأي شعب سواء في أوروبا سواء في الصين سواء في الهند سواء في إفريقيا، تلقى التاريخ متاعهم يعني ما فيهش ياسر تناقضات. صحيح التاريخ عمره ما يعبر على الواقع، على خاطر ديما التاريخ يتكتب على حسب عقلية الشخص اللي كتب التاريخ وعلى حسب الظروف السياسية اللي موجودة في ذلك الوقت. هذاك علاش حبيت نعمل هذه المقدمة الصغيرة حول التاريخ الإسلامي. المشكلة الكبيرة اللي موجودة في التاريخ الإسلامي إنه تم تبديله 20 مليون مرة، يعني كل ما الأوضاع السياسية تتبدل نجيو نلوحوا كل كتب القدم ونحرقوهم ونعاودوا نكتبوا التاريخ من جديد. صحيح اللي في بداية ظهور الإسلام لم تكن هناك كتابة، يعني عندنا مجرد نجم نقولوا احنا تناقل شفاهي. وقت نجيو نشوفوا أول بداية التاريخ الإسلامي نلقى الناس تتناقل القصص واحد عن واحد، ومعناتها كما نقولوا احنا أب عن جد. هذا خاصة في الفترة ما يسمى بالفترة الأموية. الأمويين عمرهم ما اهتموا بالتاريخ. علاش؟ على خاطر كان همهم الوحيد هو الحكم والسيطرة على الشعوب الأخرى وجمع ما يسمى بالغنائم. فما كانتش عندهم لا الفرصة لا الحب لكتابة التاريخ. ونعرف احنا اللي الفترة الأموية كانت فترة ياسر متوترة وكانت فترة قصيرة، يعني كي نجيو نشوفوا هي فترة قصيرة. المهم وقتاش بدأ كتابة التاريخ الإسلامي؟ يعني نجم نقوله في السنة معناتها بعد 100 سنة من موت محمد تقريبا، معناتها باش ما نحدوش الفترة بالضبط ونقولوا احنا تقريبا 100 سنة من موت محمد بدأت كتابة ما يسمى بالتاريخ الإسلامي. واللي كتبوا التاريخ الإسلامي حتى واحد منهم ما هو
عربي، يعني لا هو من مكة ولا هو من المدينة. اللي بداوا يكتبوا التاريخ الإسلامي هم ما يسموا الموالي، كما ابن إسحاق، كما الواقدي، هذوما يعني أول وحود بداوا يكتبوا التاريخ الإسلامي. بالنسبة نجم نقولوا باش نصنفوا شكون هو أول واحد يعني سمعنا ووصلنا الوقت الحاضر أنه كتب التاريخ الإسلامي، هو ابن إسحاق. هذا يتو نحكي عليه ابن إسحاق، نعمل له فيديو وحده ونحكي شكون هو هذا ابن إسحاق. ولكن ما وصلنا حد شيء من اللي كتب إلا ما كتب ابن هشام في التاريخ متاعه. يعني كان ابن هشام وقتاً جاي يكتب في التاريخ يقول راهو قال ابن إسحاق، قال ابن إسحاق، وبعض الأجزاء معنتها القليلة جدا. ولكن الذي معنتها النجم نقوله وصل لنا الكتابات متاعه أكثر وضوح هو الواقدي. فهمت؟ وأنا وقت نقول لكم الأسماء هذه تنجموا تمشيوا ترجعوا للإنترنت والجوجل وتبحثوا على هؤلاء الأشخاص وتاخذوا عليهم معلومات، رغم اللي أنا في السلسلة هذه متاع التاريخ الإسلامي باش نحاول يعني نعمل ترتيب وتوضيح لهذا التاريخ، كيفاش تكتب من جهة، ومن جهة أخرى للشخصيات اللي كتبت التاريخ، باش نتوما من بعد وقت تمشيوا تبحثوا تبدأ عندكم فكرة على الموضوع وتنجموا تعرفوا شنو تحبوا تعرفوا بالضبط بالتدقيق. إذن هذه هي المسألة المهمة. ثم يعني بعد لا تكتبوا هذا معناتها الكتب هذوما اللي تكتبوا الأولانيين في معناتها 100 سنة في القرن الأول والثاني بعد الهجرة، شنو بقى؟ جاوا يشوفوا يلقاو أن الكتب هذه ما تعبرش على التوجه الاجتماعي والسياسي للدولة الإسلامية العباسية. فشنو وقع؟ إن العباسيين وكانوا مختلطين ياسر بالموالي وتعرفوا على الشعوب الأخرى والحضارات الأخرى، قالوا لازمنا نحطوا تاريخ واضح ومنقع. في الحقيقة ياسر أشخاص ما يفهموش شنو معناها التنقيع، يسخايبوا إن عندما يتم تنقيع التاريخ أو تنقيع الحديث يعني تصحيحه، وهذا مش صحيح، وإنما التنقيح هو موافقة الخبر سواء كان تاريخي سواء كان حديث مع العقلية متاع الوقت هذاك. إذن معناتها تنجيو ناخذوا مثلا في فترة من الفترات، مثلا بعد 200 سنة من موت محمد ولا بعد 300 سنة من موت محمد، نجيو نلقاو حديث يخالف عقلية أو تفكير الشخص أو تفكير الدولة أو تفكير المذهب، فنقولوا احنا هذا الحديث ضعيف. هذه معناتها هو التنقيع. صحيح هو معناتها يقول لك اللي احنا نعتمد على النقل، يعني نشوفوا شكون قال الحديث، ولكن هذه حاجة ماهيش واضحة، لأن يعني النقل يمكن يكون يعني مزور. يعني نجم أنا نجي نقول فلان ابن فلان ابن فلان اللي هما ثقات قالوا، فهمت، وهما ما قالوش. هذه حاجة، معناتها هذه نقطة مهمة. حاجة أخرى مثلا وقت نجي مثلا المذهب مثلا السني أو المذهب السلفي أو أهل السنة والجماعة، وقت يجي ويقولوا احنا نشكك في الطبري ونتهمه بالتشيع، علاش؟ على خاطر نقل أخبار ما توافقش المذهب متاعهم. وشنو يجوا يعملوا في التنقيح؟ إنهم الأشخاص بيدهم اللي معناتها نقلوا هذاك الحديث أو هذاك الخبر يشكوا في المصداقية متاعهم، فيجي يقول لك راهو هذاك الشخص اتهم بالتشيع أو اتهم بالزندقة أو اتهم بالكذب أو اتهم بأي حاجة. وقت نجيو نرجعوا للتاريخ الإسلامي نلقاو أن كل واحد راوي مهما كان دائما يتهم، سواء من طرف
هؤلاء أو من طرف هؤلاء. ولهذا أنا ديما نقول لكم أن بالنسبة لي المصدر الأقرب والأصح لفهم الإسلام هو القرآن، أما المصدر الثاني بعد القرآن هو ما كتب في الأول، يعني ما كتبه ابن إسحاق، مش اللي منقح حوله ابن هشام رغم اللي موصلناش، ولكن نرجع اللي كتبه الواقدي والتلميذ متاعه، فهمت، في الطبقات اللي معروف زاده هو ابن سعد، واللي هو زاده معناتها النجم نقوله الكلهم كلهم ما همش عرب، فما حتى واحد يعني عربي كتب التاريخ يعني في الأول. وكانوا هؤلاء الأشخاص ينقلون الأحداث كما يسمعوها، وكي نشوفوا طبعا نبحثوا عليهم بالواحد بالواحد تشوف كيفاش كانوا يعني يدقوا في المعلومة، وكانوا يمشوا على عين المكان. مثلا وقت يجي مثلا الواقدي عندما يجي يتكلم على غزوة أحد أو غزوة بدر، يمشي للموقع ويطلع عليه ويسأل الناس غديك. أما التنقيح اللي وقع من بعد فهو من أجل موافقة المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني، ولكن هذا معناتها طبيعي، فهمت، يعني طبيعي أن الشخص عندما يكتب تاريخه لازم يكون عنده قواعد يسير عليها، ولكن ما فماش مصداقية. المشكلة أن التاريخ الإسلامي يعني المصدر متاعه شفاهي من ناحية، ثاني حاجة فهمت يعني يتم تضعيف أحاديث أو اتهام أشخاص أنهم كاذبين لأن قالوا حاجة ما توافقش العصر اللي معناتها كتبوا فيه التاريخ. إذن احنا معناتها بصفة عامة اللي معناتها يتسمى بين قوسين العالم العربي الإسلامي عنده مشكلة كبيرة في مشكلة التاريخ، حتى شيء ما هو واضح، تناقضات من جميع الجوانب. توا تجي مثلا رغم اللي معناتها كيما نقولوا احنا التاريخ اليهودي اللي معناتها كله خرافات وكله كذب وكله معناتها كيما نقولوا تلفيق، لكن هناك تناسق، يعني وضحوا حطوا الخيوط نتاعهم حتى المسيحية سوى أي ديانة أخرى، ولا حتى الدول اللي توا معناتها عاودت بحثت التاريخ نتاعها على حسب قواعد علمية ثابتة وأدلة معناتها دامغة. احنا نجيو نشوفوا قبل محمد يعني آلاف السنين عندنا أدلة، وتنجيو نبحثوا مثلا على السومريين ولا غيرهم نجيو نلقاو أدلة وصلت لنا حتى لتوا، سواء على شكل كتابة أو على شكل تماثيل أو على أي شكل آخر. الحضارة الفرعونية زاد نفس الشيء، الأثيوبية زاد نفس الشيء، كلهم عندهم الآثار. لكن المشكل في ما يسمى بين قوسين العالم الإسلامي إنهم كانوا ضد كل ما هو أدلة سوى تماثيل سوى كتب، يعني كانوا يحرقون الكتب ويهدمون التماثيل. يعني مثلا التماثيل اللي كانوا حول الكعبة اللي هما أكثر من 360 موصلنا منهم شيء باش نعرف شنو كان واقع وقتها، الكل تم تدميرهم، حتى الكعبة بيدها بحد ذاتها تم تدميرها ما اعتقدش من مرة. وكان معناتها الإسلام عندما يدخل بلاصة أول حاجة يعملها هو يدمر الآثار الحضارية اللي موجودة. علاش؟ على خطر في المنطقة متاعه كل ما هو قبل الإسلام هو جاهلية، يعني هما طبقوا الفكرة اللي كانوا يؤمنوا بها معناتها العرب في ذلك الوقت إن الإسلام هو الصح وهو الحقيقة المطلقة، وكل ما هو قبل الإسلام ليس له أي قيمة، رغم اللي الحضارات موجودة والأفكار والفلسفات. علاش؟ على خاطر المسلمين يحبوا يستحوذوا على كل شيء، يحبوا يخليوا كان حضارتهم هما فقط والباقي كل يفنيوه، سواء كان تمثال يدمروه سواء كان
كتابة يحرقوها، سواء كان أشخاص يؤمنون ببعض الأفكار يقتلوهم ويذبحوهم وما يخليوا حتى أثر. هذه هي المشكلة الكبيرة في التاريخ الإسلامي. ولكن رغم كل هذا احنا ما عشناش هذيك الفترة وما نعرفوش شنو وقع بالضبط. يعني عندنا كتب موجودة صحيح، معناتها كتبوها معناتها المسلمين، ولكن نجموا نخرجوا منهم ياسر حقائق. في الحقيقة منحبش نطول عليكم في هذه الفيديو، أنا قريت التاريخ الإسلامي سواء بمصادره الشيعية أو السنية عدة مرات. صحيح القراءات متاعي كانت تختلف من فترة لفترة. يعني في الأول عندما قريت التاريخ الإسلامي قريته بوجهة نظر نجم نقوله شيعية، حتى وكنت نبحث في المصادر السنية كنت نبحث الأدلة اللي تثبت وجهة نظر الشيعة. ثم عندما فقت على روحي مشيت عاودت قريت التاريخ طريقة ثانية بوجهة نظر سنية، وبديت نفركز في المصادر الشيعية على نقطة الضعف، لكن ما فهمش كثير. علاش؟ على خاطر التاريخ السني تكتب قبل. يعني في الأول عندما كتب التاريخ ما كان يطلق عليه سني ولا شيعي، كان ينقل كما هو. ثم مع تطور الزمن أول من كتب التاريخ الإسلامي هم السنة. شنو جاول هذايا الكم الكبير اللي عندهم وخذوا منه الأشياء اللي جعلوها تاريخهم. من بعدهم جاو الشيعة، وقت جاو الشيعة كتبوا التاريخ متاعهم خذوا الأشياء اللي تناسب المذهب متاعهم، وعادوا للتاريخ السني وشافوا الأشياء اللي السنة كتبوها واللي تأيد فكرتهم. هذاك علاش وقت يدخل سني مع شيعي في معركة تاريخية ديما الشيعي هو الذي ينتصر. علاش؟ على خطر التنقيح متاع الشيعة كان متأخر. إذن كان أذكى، ما خلاوش الأغلاط، عرفوا كيفاش يكتبوا. هذاك علاش معناتها ديما في النقاشات شيعة سنة تلقى ديما الشيعي يفهم السني ويثبت أن المذهب متاعو هو الصح. هذه نقطة. من بعد وقتها قريته بالطريقة السنية لقيت اللي فما أحداث في التاريخ مش مترابطة. ساعات تلقى خبر هوني ونصفه في كتاب آخر. يعني ما تنجمش تجي تقول نقرأ أنا الطبري وإلا ابن كثير ونقول اللي سي عرفت التاريخ. لا، لازمك تقرأ كل شيء. إذا أعد القراءة مرة أخرى، ولكن بهذه المرة كانت محايدة. وقت عاودت قريته بالطريقة المحايدة في الحقيقة دخلت بعضي، يعني ما عادش فاهم حتى شيء. إذا شنو عملت؟ رجعت ما يسمى للتاريخ، معناتها معناتها اللي حقق فيه من غير المسلمين، كما ما يسمى المستشرقين. ونعرفوا عن المستشرقين وقت جاءوا يدرسوا في التاريخ الإسلامي، أول ما اتصلوا ما يسمى بالمسيح اللي موجودين في تلك المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، ولقاو عندهم وجهة نظر حتى هما عن التاريخ الإسلامي اللي هي مخالفة للمذهب الشيعي وللمذهب السني. وهذه النظرة اللي عند هؤلاء المسيح اللي موجودين في الشرق الأوسط شيء طبيعي، حتى هما وقتها يعني يكتبوا التاريخ الإسلامي يكتبوه على حسب وجهة نظرهم هما من أجل الحفاظ على وجودهم. هذا شيء طبيعي، يشكوا في وجود محمد ويربطوا الأحداث بطريقة يعني اللي يخليه الإسلام هو مذهب مسيحي، ويقول لك اللي اللغة العربية هي لغة أرامية
وحسب وجهة نظرهم. والمستشرقين شيء طبيعي عندهم يعني ميولات مسيحية، خذوا وجهة نظرهم وحلوها وبحثوها ولقاوا عملولها نوعا ما تناسب. إذن هوني عندنا نظرة أخرى للتاريخ الإسلامي، نظرة مختلفة كليا، عندنا معناتها غير معناتها التشكيك في وجود الإسلام أصلا. وعندما تقرأ الكتب المستشرقين في هذه المسألة يوقع عندك اقتناع، كما كنت أنا وتقريت الشيعة التاريخ الشيعي وقع عندي اقتناع، وعندما قريت التاريخ السني فهمت لقيت عندي زاد نوعا ما اقتناع، عندما بعد قريت بطريقة محايدة ادخلت بعضي، من بعد وتقريت وجهة نظر المستشرقين اللي ماخذينها من عند المسيح اللي موجودين في الشرق وقع عندي نوع من الاقتناع، وهذا الكل على عبر السنين يعني. من بعد انا بقيت نفكر مع روحي، قلت مادام فما وجهة معناتها مادام فما كل هذه وجهات النظر، علاش ما نعاودش نقرا التاريخ ونتجرد من الفكر الشيعي، من الفكر السني، من الفكر المسيحي، من الفكر المستشرقي، كل شيء. احنا نعرفوا، وابن خلدون يقول هذه المسألة، ان احداث التاريخ يعني النجم نقولوا تتكرر، لازمنا نعاود ونقراو التاريخ صحيح، ما عندناش أدلة ملموسة، ولكن نجم نقراو التاريخ ونعملو له مقارنة مع الواقع الحالي، نعاود نقراو بطريقة أخرى. على خاطر القول إن محمد ما توجدش أصلا فهمت، هي فكرة معناتها كي تشوف ما يقبلهاش المخ، وقت نجيو احنا نبحثو التاريخ الإسلامي كيفاش تكتب، وكيفاش مثلا ابن إسحاق كان ينقل عن فلان عن فلان اللي هي 80 سنة يعني، يعني الحق على أولاد الصحابة، يعني ميجيش مثلا توا حاجة وقعت عندها 40 سنة يحكيوا عليها مثلا في تونس ولا في أي دولة أخرى تكون ما وقعتش صحيح، تكون ما وقعتش كيما يحكيوها، ولكن وقعت صحيح، فما تهويل وتأويل وزيادة وكل شيء، ولكن وقعت. هذاك علاش انا رجعت روحي الحقيقه الفتره هذه وقلت خليني نعاود نقرا التاريخ كله ونحاول نفهمه بعيد على وجهه نظر فلان ووجهه نظر فلان ووجهه نظر فلان. وهذاك علاش انا عملت هذه الفيديو غير مقدمه، باش نحاول ساعه في الفيديوهات القادمه نعرف كيفاش تم كتابة التاريخ، وشكون اللي شارك في هذه الكتابة، ثم فهمت كونت الروحي فكرة. الحقيقة الفترة هذه الكل صحيح كنت مشغول، ولكن كل يوم نقرأ في هذه المصادر التاريخية بطريقة موضوعية، ومش يعني وجهة نظري هي صحيحة، يمكن أنت تكون عندك وجهة نظر أخرى، ويمكن أنا أكون غلط، ولكن على الأقل كيما الآخرين كتبوا التاريخ على حسب عصرهم وعلى حسب منطقهم، لازمنا أحنا نكتبوا التاريخ بطريقة جديدة، وكل واحد يعطي وجهة النظر متاعه في هذه المسألة. وكيما قلت لكم مهما حاولنا لي يعني التنقيح أو التصحيح أو فهم التاريخ، رانا التاريخ عمره ما يعبر على شنو وقع بالضبط 100%، خاصة كما عناش حاجات ملموسة نعتمد عليها، هذه مسألة واضحة. ولكن على الأقل ناخذوا فكرة، نجموا احنا بهذه الفكرة نبنيوا عليها حاجات باش نجموا نقدموا نحو المستقبل. وأنا عندي اعتقاد أهم مادة، أهم مادة لأي شعب لكي ينهض لازم يفهم التاريخ، أو يكون عنده فكرة عن التاريخ. بدون فهم التاريخ ما يمكنش أنك تقدم نحو الأمام، هذه معناتها الفكرة اللي حبيت نوصلها في هذه الفيديو معناتها البسيطة.
وانا باش نحاول معناتها وسامحوني معناتها وسامحوني وسامحوني نحاول باش معناتها نكون ملتزم اكثر في مساله الفيديوهات. ساعات نعملها فيديو بالصوره ساعات نعملها فيديو غير بالصوت لكي تكون معناتها الامور واضحه. وكما قلت لكم انا مجرد نعطي في وجهه نظر الشخصيه، ووجهه نظر الشخصيه لا هي وحي منزل ولا هي اي حاجه اخرى. وانا كما قلت لكم معناتها الهدف متاعي هو اني نعبر على افكاري، وانتوما توافقوني في البعض ما توافقونيش في البعض هذه مساله عاديه، تصلحوني تقنعوني تعطوني افكار، وانا نفس الشيء ننقل الافكار متاعي ونفكر بصوت عالي. وانا هذوما الفيديوهات كيما معناتها نفعت ياسر من الناس نفعتني انا باش نعاود نقرا التاريخ الاسلامي، على خاطر نشوف في الفتره الاخيره فهمت ما يسمى بالفكر المستشرق او ما يسمى بالفكر معناتها المسيحي للتاريخ الاسلامي قاعد ينتشر، رغم ان كما نقولوا احنا معناتها الجامعات العلميه فهمت انكرته كليا وما عادش تعتمد عليه لان اعتبرته ما يعتمدش على قواعد علميه، وهو كيف الروايات الاخرى يعني وجهة نظر لا أكثر ولا أقل، صحيح في تنسيق ولكن ليس صحيح وليس يعتمد على أساليب علمية في نقل المعلومة. وأكثرهم يستعملوا هذه المسألة سوى للدعوة للمسيحية سوى الأغراض أخرى مهما كانت سوى معناتها الشخصية ولا غيرها. إذن معناتها ذكر معناتها الاسلام على انه الكل مسيحي وكذا 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 هذه انا نشوفها ماهيش منطقيه، واللي صدقها يعني انسان ماهوش مطلع على التاريخ الاسلامي وغير مطلع على الامور العلميه لكتابه التاريخ الاكاديميه اللي يعتمد عليها لكتابه التاريخ، وما هي الا روايات من بين الروايات سواء كانت الرواية الشيعية سواء كانت الرواية السنية سواء كانت رواية المسيح سواء كانت رواية المستشرقين. وكلهم كما نقولوا احنا مو الانسان كي يقرا حاجة ويشوفها منسقة ينبهر بها، وحتى انا حتى انا في فترة من فترات انبهرت بها، حتى واحد معناتها احد الاصدقاء يعني هو مهتم بالتاريخ يعني قال لي راهو يا كريم راهو هذه نتاع المستشرقين ونتاع انها الاسلام اصله مسيحي 100% وكذا وكذا، لا مش صحيحه قال لي، قال لي لا يعتمد عليها العلم الحديث، قال لي كلها كلام وروايات لا اكثر ولا اقل. هذاك علاش لازمنا نتجردوا من كل ما هو افكار مسبقه، وكان حاجه معناتها لازمنا نعتمدوا عليها لفهم التاريخ هو الواقع الحاضر والحقيقي اللي احنا عايشين فيه توا، على خاطر تشوفوا توا الاحداث كيفاش توقع وكيفاش تنقل. نحكيوا على سوريا على ليبيا على تونس، يعني انت الحدث تعيشه ومن بعد تشوفه في التلفزه تلقاه عنده وجه اخر، يعني شوف التزوير اللي يوقع في مساله التاريخ، وهذا يعني توا فما بالك قبل 1000 سنه او 1400 سنه. نظن هذه الفكره واضحه، ونواصلوا في مسألة التاريخ، وباش نحاول نصحني بعض الأخوة باش نعمل ترقيم للفيديوهات باش ينجم معناتها ينجم المتابعة معناتها واحدة بعد واحدة، وهذه غير مقدمة للتاريخ الإسلامي. وشكرا ومع فيديو قادم وبالسلامة.